أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم CCNA وتعلم الشبكات. سوف نقوم في هذا الدرس بالحديث عن بعض الخصائص التي أستطيع إضافتها على الوحدات الشبكية سواء كانت راوترز أو سويتشز، وذلك عندما أقوم بالدخول إلى إعداداتها عن طريق PCs أو لابتوبس أو أي وحدة تحكم، بحيث أستطيع إنشاء عبارات تعريفية أو جدران أمان. كنا قد رأينا مثل هذه الأمثلة في الدروس السابقة، حيث استطعت أن أقوم بإضافة كلمة مرور على الخط كونسول الواصل بين الراوتر والبيس. أما في هذا الدرس فسوف نتعرف على خصائص مختلفة وخصائص جديدة، مثل تعيين اسم مستخدم وأيضا تعيين عبارات تعريفية. لنرى كيف يمكنني القيام بذلك. أولا سوف أقوم بإضافة راوتر وإضافة بيس بهذا الشكل، والوصل بينهما باستخدام كونسول على البورت RS-232. أذهب هنا إلى الديسكتوب تيرمينال، وأنا الآن موجود ضمن إعدادات الراوتر. لإضافة كلمة مرور كنا قد قمنا بذلك باستخدام إعدادات الكونسول، أولا هنا Configure Terminal وبعدها Line Console 0، وقلنا هنا 0 لأن هناك بورت واحد للكونسول في الراوتر. أقول هنا باسورد مثلا لنقول ALH. طبعا كلمة المرور هذه لن تفعل كما رأينا إلا عندما أقوم بذكر الإيفنت الخاص بها والذي كان اللوجين. فأقول هنا أذهب إلى الإنيبل وبعدها Config Terminal Line Console 0 وبعدها Login. الآن فنراه يطلب كلمة المرور كانت ALH. جيد، الآن دعوني أقوم بإضافة اسم مستخدم. لإضافتها يتم تعريفها بشكل محلي، أي سوف أقوم بإضافتها في الكونفيجر تيرمينال وذكر الإيفنت الخاص بها في اللاين كونسول فتعريفها محليا هنا. فأقول يوزر نيم مثلا لنقول عبدالله، وإذا لم أقم بإضافة كلمة مرور فسوف يقوم بحذف كلمة المرور السابقة، وسوف يتم اعتماد فقط اسم المستخدم، أي كل ما تم إضافته سابقا في اللوج إن سوف يتم حذفه. لذلك علي إضافة كلمة مرور جديدة هنا مثلا لنقول good. هنا يجب الانتباه إلى أنه لن نستطيع تفعيل اللوج إن الخاص بهذه الإعدادات من اسم المستخدم وكلمة مرور قبل أن أقوم بذكر الحدث. الحدث هو أن أقوم بالذهاب إلى اللاين كونسول وأقول هنا لوجين. بهذه الحالة نراه يطلب اسم المستخدم كان كما قلنا عبد الله، وكلمة المرور إذا قمت بإدخالها ALH فلن يتم التعرف إليها لأنه تم كتابة كلمة مرور جديدة والتي هي good. فإذا قلنا هنا عبد الله وبعدها good فنراه قد دخل دون أي مشاكل، وأستطيع عرض هذه المعلومات التي قمت بإضافتها في الشوراني كونفيجر. فنرى هنا يوزر نيم مع باسورد. أستطيع أيضا أن أقوم بتعريف باسورد مشفرة، وذلك إما أن أقوم بتعريف خاصية التشفير هنا في الباسورد إنكريبشن، أو أن أقوم باستخدام السيكريت. فمثلا دعوني أقوم بإضافة اسم مستخدم آخر لنقول هنا Configure Terminal Username سعيد وباسورد. لن أقوم هنا بإضافة باسورد وإنما يجب علي أن أقوم بإضافة سيكريت مثلا Tall Line Console 0 Login Log. في هذه الحالة إذا عدت هنا وأردت الدخول فكتبت مثلا سعيد وهنا تور فسوف يتم الدخول دون أي مشكلة. وإذا ذهبت إلى الإعدادات تورا فنرى هنا أنه لدي مستخدمة عبد الله مع باسورد غير مشفرة، وأيضا سعيد مع كلمة مرور مشفرة بهذا الشكل.
بهذه الطريقة أستطيع إضافة جدران أمان، وذلك من أجل وضع حمايات على هذا الراوتر، ففقط المعنيين بصيانة هذه الأجهزة تستطيع الدخول والولوج إلى إعدادات الراوتر. أيضا أستطيع أن أقوم بإضافة عبارات تعريفية، مثلا إذا كانت هذه الراوتر تابعة لشركة معينة أو لقسم خاص، فأستطيع إضافة هذه في البوت الخاص بها وفي الإعدادات التي تظهر للمستخدم في بادئ الأمر قبل الدخول إلى الخصائص. لإضافة ذلك أقوم بالذهاب إلى الكونفيجر تيرمينال، وهنا أقوم بإضافة بانر. هناك أكثر من نوع للبانر، مثلا Message of the Day، وهنا أقوم بإضافة المسج. يجب علي الانتباه إلى أنه أول كاركتر وآخر كاركتر تعبر عن الحروف المفصلية المحددة التي يقوم الكمبيوتر والجهاز بحذفها. إذن أستطيع إضافة العبارة ضمن مثلا أقواس أو ضمن داشز أو أي كاركترات، لأنه في نهاية المطاف سوف يتم حذفها. فهنا إذا قلت LH Company، فإذا خرجت من هنا نرى اسم الشركة هنا، ونرى أن هذه الداشز قد تم حذفها. وأيضا لا أنسى أن هناك أنواع أخرى من هذه البانر، فمثلا أستطيع إضافة مسج عند اللوغين، مثلا تعبر عن قسم معين. إذا قلنا بانر مثلا لوغين، قلنا هنا HR Department، قسم الموارد البشرية. في هذه الحالة إذا عدت الآن نرى أن الراوتر أصبح يشير إلى شركة معينة وأيضا موجود في قسم خاص، فهنا فقط العاملين ضمن هذا القسم في هذه الشركة يستطيعون الدخول إلى هذا الراوتر والتعديل على خصائصه. هذا بالمجمل بعض الخصائص التزيينية والتعريفية التي أستطيع إضافتها إلى الراوتر، فمن شأنها أن تقوم بتعريف الراوتر وإلى أي قسم ينتمي، وأيضا بناء جدران حماية وسماحيات وصول خول فقط المعنيين بالدخول إلى هذا الراوتر. هذا كان بالمختصر درسنا لليوم، كان درسا بسيطا، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.